الحوار لان يبدو سندخل في نقاش ساخن. دكتور طلال عبد اللطيف، السلام عليكم يا معالي الدكتور. اهلا بيك استاذ عبد الناصر، شرف ليا اكون مع حضرتك ومع ضيوفك. عذرا على الانتظار، لكن حبينا انك تشاركنا الحوار وكانك معنا في الاستوديو. لا شرف ليا، ربنا يخليك. اتفضل يا دكتور. لا استاذ محمد بيومي، بس انا لا مع الحصتين صغيرين وهسال سؤال في الاخر. اتفضل يا فندم. الاستاذ بيومي قال ان القانون قال في صحيح عبارته ان اللجنه الاولمبيه هي المسؤوله عن انعقاد الجبهات العموميه. وعن اداره الانديه. هذا الكلام مخالف تماما للقانون. ليه؟ يديني مادة واحدة قالت الكلام ده. اللجنة القانون لما صدر يا استاذ عبد الناصر حدد وحصر، وخلي بال حضرتك من كلمة حصر، دور اللجنة الأولمبية. قال في المادة الرابعة في مواد الإصدار تحط لائحة استراتيجية وتحدد النصاب. شكرا. قال في المادة الثالثة تتولى الجمعيات العمومية وضع لائحة، وآخر حاجة شرط أن تعتمد اللجنة الأولمبية اللائحة. هنا انتهى دور اللجنة الأولمبية كعلاقة بالموالد كله. مادة 36 و37 عرف اللجنة الأولمبية، ولكن هو طلال بيه القصد من الحوار مع محمد بن بيومي والدكتور. لا 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 لا، أنا مصمم على كلام اللي قلته. لا لا، وهرد على الأستاذ طلال. هو حبيبي وصاحبي وصديقي، لكن لا أنت غلطان يا أستاذ طلال، وهقول لك بالدليل دلوقتي. أنا مصر على اللي أنا قلته حرفيا. اديني مادة، اديني مادة في القانون يا بيت. انا اسال الاول، ازاي صحتك؟ انت وحشنا قوي. ربنا يخليك. انت وحش جدا. انا عاوز، انت حضرتك سالت، اسمح لي بقى استفسر من سعادتك وانت استاذنا الكبير. كويس. وزارة الشباب والرياضة كلفت اللجنة الأولمبية بإعداد اللائحة الاسترشادية ولا لا؟ لا لا، من كلف اللجنة الأولمبية بعض اللائحة؟ هو القانون. القانون ماشي. اوكي اوكي ماشي، انت دقيق في التعبيرات والالفاظ قوي. انا اقصد القانون. القانون تحت. ماشي ماشي، القانون اوكي تمام ماشي. ماذا تحمل اللائحة الاسترشادية؟ لا استنى بقى، اللائحة الاسترشادية هي والعدم دلوقتي. ان انا قال ايه يا استاذ طلال؟ يا استاذ محمد هيني فوق. لا بص، عشان الحوار يبقى مختصر وما نقعدش اربع ايام. في الوقت اللي تمت فيه انعقاد الجمعيات العموميه بتاعت الانديه كانت طبقا للائحه الاسترشاديه ولا لا؟ انهي جمعيات؟ الجمعيات اللي انعقدت بعد اصدار اللائحه الاسترشاديه. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، اللي امر بيها قانون الرياضه انها في خلال 6 شهور توثق اوضاعها. محمد، انا بعقد الجمعيه بتاعتي مش عشان افوض على الاسترشاديه. لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده خالص. انا قلت انت بتاخد الجمعيه العموميه بتاعتك عشان تعمل النظام الاساسي بتاعك، صح ولا لا؟ خلينا نطلع طلال بيه، خلينا نطلع من هذه النقطة الخلافية لأنها ليست حواري. أنا عايز أوضح الجزئية صغيرة أوي عشان الناس. ماشي بقى، بس أكلمك. لا ما تقولش أنا قلت غلط. لا لا لا، أنا بس لا، أنا ما بقولش غلط. لو سمحت، أنا كلامي دقيق جدا. لو سمحت بس، وعارف أنا بقول إيه. لو سمحت بس، كان ما طلعك الناس بالله حواري في النهاية. أنا بقول إن استخدم نادي الزمالك وذهب به إلى أتون خلافات بدأت من الجمعيتين العموميتين التي إجراءات الدعوة إليهم في الأصل باطلة دون أن أتعرض لبطلان الجمعيتين. أستاذ عبد الناصر، تفضل. فلسفة القانون بالراحة وبهدوء. هو استقلال الأندية. تمام. هي صلاحيات الجمعيات العمومية. تمام. قلنا علشان يبقى النادي ده يوصل يعمل لائحته. هيعمل ايه في ال3 شهور؟ فانا بعمل له جيد، الجيد ده استرشادي، عشان كده اطلق عليه كلمه الاسترشادي. بتعمل جامعتك الخاصه مع حضرتك حد كده تمام؟ تمام. بتطرح لائحتك الخاصه. بتطرح لائحتك الخاصه وليس الاسترشاديه، تمام كده؟ اذا اكتمل النصاب انت موافق على لائحتك الخاصه. إذا لم يكتمل النصاب فأنت مضطر إنك تستخدم الاسترشادية لعباقة الجمعية. خلاص أنت تخطينا زاف الإجابات يا فندم. بس واحدة واحدة. لسه من دي، أنت عملت لائحتك الخاصة. أنت غير ملزم في أي حاجة. كل اللي مطلوب في لائحتك الخاصة حاجتين. تكون مطابق للقانون ومطابق للميثاق الأولمبي. تمام. فهمت قد كده؟ تمام. القانون لم يعطي حق الإجراء. هي المشكلة كلها واقفة هنا. من يملك حق الإجراء؟ بتاع الدعوة وعقد والآخر مين؟ ما فيش حاجة في القانون قالت ان اللجنة الأولمبية تباشر نهائي.
معايا حضرتك كده، اللجنه المنضيه لها ان تراجع اللائحه مدى مطابقتها للميثاق الاولمبي مش عدمه. تمام. الاجراء بيرجع لمين بقى؟ نخش في تعريفات بتاع القانون. ما هي الجهه الاداريه المختصه؟ اللي هي الجهه التي تقع فيما تقع الهيئات كذا كذا وهي مسؤوله عنها ماليا واداريا. كلمه اداريه دي لازم نقف عندها. اداريا ده كل ما هو قرار اداري خاضع من الهيئه هو خاضع للمديريه. تمام. يبقى المديريه ما كلفتش لجنه بيتها باللائحه، لا 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 خالص. ماشي اوكي. اوكي. لكن على كده تعالى النقطه الثانيه. اوكي. هنا انت بتحط لائحتك، عايز تروح للجنه المديريه روح. مش عايز تروح اللجنه المديريه ما تروحش. بس انا مختلف معاك دكتور. هو طبعا ده لا 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 ندون 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 ونكتب عشان هو على التليفون احنا ندون ونرد عليه بعد ما يخلص. اتفضلك يا طلال. متفق حضرتك معايا كده؟ اذا انت بتاخد انا مش متفق. انا بقول لحضرتك فلسفه القانون. بدليل حاجه لائحه الزمالك قال ايه؟ اختار اللجنه الاولمبيه. لائحة الاهلي قال هقول سلام عليكم اروح اللجنه الاولمبيه. ما هو خلي بالك ده اللي انا كنت جاي لك ليه؟ على كان لا نتوه المشاهد امام نصوص لا. ليس لو سمحت لو سمحت امام نصوص لا تعنيه. في النهايه لائحه نادي الزمالك انت دلوقتي قلت اللي انا هقوله لك الزمت النادي بان يذهب الى اللجنه الاولمبيه. لا ما قالش كده، قال اختار اللجنه الاولمبيه. ما هو الاختيار يعني ليه؟ لا 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 الاختيار يعني ايه؟ اختار يعني ليه؟ يعني ايه ليه؟ هو طلب ماده في القانون موجوده ماده لا في موجوده انا ارد عليه. طيب خليك وانت معانا انت طلبت ماده واحده في القانون بتقول الكلام اللي احنا بنقوله صح ولا غلط؟ اتفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك الاول. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك قلت اذا كان في ماده تدي الاختصاص للجنه ولا لا؟ بخلاف اللائحه الاسترشاديه. لائحه الاسترشاديه خلاص. بخلافها مش موضوعي ولا بتكلم عليها. القانون الزم ان اللجنه الاولمبيه توافق على النظام الاساسي للنادي. ده في الماده الثالثه في الفقره الاخيره من برافو يا دكتور كمال. معنى يا دكتورنا الفاضل ما اكمل حضرتك مع بعض نسمع بعض. معنى ان القانون تكون فلسفته ان اللجنه الاولمبيه تراقب وتوافق على النظام الاساسي بالتاكيد زي ما حضرتك قلت عشان تتاكد من موافقتها للميثاق الاولمبي. صح صح الاجراءات مش الاجراءات الميثاق الاولمبي او المواثيق المواثيق الدوليه اللي الدوله موقعه عليها. فمعنى ان القانون يعطي الحق للجنه الاولمبيه بالموافقه قبل نشرها وقبل اعتمادها على النظام الاساسي يستحيل تيجي تسمح للنادي يعدل ويخالف ده كله والا من الاساس. يعدل في ايه يا استاذ كمال؟ يعدل في ايه؟ يعدل اللائحه النظام الاساسي بتاعه. استاذ كمال خلينا نتكلم بصحيح اللفظ. لا يا استاذنا الفاضل القانون يؤخذ كله على بعضه. لا انا معاك اللفظ القانون كله على بعضه. معلش اوصل الفكره. ثالث ايه؟ اوصل الفكره وحضرتك كمل. انا متوصل الفكره. ما انا هقرا لك النص. ما انت بتقول ايه؟ يعتمد شرط ان تعتمد اللائحه اللي انت عملتها دي من اللجنه الاولمبيه. حتى كمان ويتم نشرها. هنا الاعتماد زي ما احنا متفقين انا وحضرتك. لا لا ما قالش كده النص يا دكتور. يعني النص قال يعني دكتور طلال انا مش عايز اذهب الى حوار النصوص. لا قالوا يشترط موافقه اللجنه. الموضوع ده عايز حلقه. انا عايز اوديك لحاجه مهمه جدا لانه ده هيودينا لجدل عن توه المشاهد. احنا امام احنا لم نتطرق لقانونية النصوص من عدمه، احنا بنتطرق الى ان هناك بعض الافعال استغل فيها اسم نادي الزمالك من اجل امور خاصة ادت لان نادي الزمالك يوصم به كل هذا الخلاف اللي على الساحة الذي لم نشهد له مثيل في التاريخ، وانا سمعتك امبارح مع الكابتن مدحت شلبي وانت بتقول ادعو الاطراف للملمة الامور لان الغد اسوأ الا بنلم امورنا داخليا. يا استاذ عبد الناصر انا متفق مع حضرتك تماما. انا عايز اطرح سؤال مهم جدا. اتفضل. سبب هذه الحاله من الاحتقان اللي احنا فيها دلوقتي ان القانون فرغ من معانيه. المساله كلها ان الاختصاصات تاهت وده اللي انا قلته مع كابتن مدحت امبارح. حددنا الاختصاص من هو مسؤول عن الاجراء؟ الاجراء ده اهم حاجه في الدنيا كلها. اذا حددت لي الاختصاص وحددت لي الاجراء المشكله ما بقتش مشكله زمالك. ان حليت كل المشاكل في الانديه كلها. طب يا فندم اخد اخيرا بس رايك في العقوبات الاولمبيه وانت أيوة. كان لك راي مهم جدا التي وقعت على رئيس نادي الزمالك أكيد. ومن قبلها الكاف وقلت ان احنا رايحين لمنحدر غطير الدم. تمام ليه بقى حضرتك؟ انا قلت غير حاجه بس في حته ثانيه في الكاف في حته مهمه جدا واتسند في القرار على ايه؟ على الماده 83 من لائحه فيفا.
مش منظومه، ان هو رئيس الامنيه ليس من عناصر اللعبه. انما الماده 83 من لائحه الفيفا هو اللي اقتلل عليها، ولو جبت القرار هيقول لك الماده 83 صح الفيفا. وده قال الاستاذ محمد البيوم انه من عناصر اللعبه. هو مش من عناصر اللعبه. امال ايه؟ رئيس الامنيه ليس من عناصر اللعبة. من عناصر الرياضه. لا مش من عناصر، انا كلامي متحدد، رئيس النادي ليس من عناصر اللعبه. امال من عناصر ايه؟ يا فندم عناصر اللعبه اللاعبون والحكام. يا فندم ماشي، يعني عناصر ايه هو عقب لا يا فندم هو يا فندم انا ماليش دخل بعناصر، انا بحدد لك اللي مكتوب في اللفظ. عشان كده هو لما جه ينزل العقوبه استند الى لائحه الفيفا اللي هي الاقوى، فخد منها الماده 83. ايوه طب ما انت متفق معانا الماده 83 بتقول ايه؟ بتقول المسؤولين، اللفظ الوحيد اللي كتب فيها المسؤولين. يا سيدي فاضل، احنا هنا في مصر بنستخدم تعبيرات غريبه شويه، يعني نقول لجنه التظلمات، هي اسمها لجنه التظلمات. هو قال لك في لوائح الفيفا على مسؤولين، كويس، احنا هنا بنسميها العناصر. حتى لا العناصر اللعبه مكتوبه في اللعبه. احنا هنا لنا عالفضل في مصر، لكن دي هي دي. دكتور حلال يا استاذ عبد الله، انت بتتكلم فيها بالنسبه للعقوبه بتاعتك. ايوه حدد، خلي بال حضرتك مبتدئ العقوبه في ايه؟ ان جامعه 26 رئيس اتحاد، هنا الجمعيه العموميه بتاعت اللجنه الاولمبيه، صح، كل اتحاد هيخاطب الاتحاد الدولي بتاعه. تمام، هي دي المنطقه الخطره اللي عندها. الاسواف هي مجموعه الاتحادات الدوليه بيضاف عليها اللجنه الاولمبيه الدوليه. لو طلع قرار لا قول الرحمن الرحيم. ده كلام مش شكرا. ده كلام عبد اللطيف، شكرا جزيلا، شكرا.